المعجزة. برنامج خاص يتناول إعداد وتقديم صالح الشايجي، إخراج منصور المنصور. قاربت 80 عاما، مليئة بالمحطات التي وقفت فيها قاطعتها وأوقفت فيها الكثيرين من الذين يعدون بمئات الآلاف من المعجبين بهذه السائرة على هذا الدرب الطويل. الفنانة أم كلثوم أميرة الغناء العربي. بدأت هذه الرحلة من قرية طماي الزهايرة في ريف مصر، وكانت الطفلة فاطمة الشيخ إبراهيم السيد رقيقة الحال فقيرة. والدها الشيخ إبراهيم السيد منشد في الموالد، كان يدعى للاحتفالات الدينية التي تقام في القرية ويكافأ على إنشاده ومديحه بما يسد رمقه ورمق ابنه خالد وابنته فاطمة. وكان خالد ذا صوت جميل وذا موهبة متقدمة، فأخذ أبوه يدربه على الإنشاد النبوي والمدائح، وكانت الطفلة فاطمة تسمع ما يردده الوالد على مسمع الابن، فكانت سريعة التلقف والحفظ، فبدأت تحفظ ما يقوله الوالد لولده، حتى بدأت تدرج على هذا السلم، خاصة وأنها دخلت كتاب القرية لحفظ القرآن فحفظت. ولكنها لم تستمر طويلا لقسوة شيخ الكتاب، فبدأت تتجه صوب الإنشاد، وبدأت بالإنشاد، وكان أول أجر لها طبق مهلبية، حتى عمت شهرتها القرية كلها وتعدتها إلى القرى المجاورة، إلى أن سمع بها الشيخ أبو العلا محمد، وكان أحد عمالقة الموسيقى في بداية القرن الحالي، فتعهدها ورعاها وصقل موهبتها. Thank you.
وجاءت إلى القاهرة، وكان ذلك عام 1919، وعندها كانت شهرة سيد درويش طاغية، فأحبت لقاءه، وكان وقتها في الإسكندرية للقاء زعيم مصر في العشرينات سعد زغلول. ولكن فاطمة صدمت بوفاة أملها الفنان سيد درويش ولم تلتقي به، ولكنه ما كان الأمل الوحيد والأخير لها، فإن الأمل كان بتلك الموهبة الربانية التي وهبها إياها الله، والتي استحوذت على حب وإعجاب وتقدير الملايين لتلك الفنانة العظيمة صاحبة الفن القدير الرفيع، فكانت أم كلثوم أميرة الغناء العربي. بدأت رحلتها مع السينما عام 1939 بفيلم وداد، واستمر عطاؤها السينمائي حتى عام 1948 بفيلم فاطمة التي اختتمت بعده حياتها السينمائية لما أصاب عينيها نتيجة أضواء السينما. وبدأت بعد ذلك إقامة حفلاتها التي تنظمها الإذاعة المصرية عام 1948، واستمرت حتى قبل سنتين تقريبا حين بدأ المرض الذي غالبته سنوات طويلة يتغلب عليها، حتى غيبها الموت يوم الاثنين 3/2/75. تلك هي فنانتنا الكبيرة السيدة أم كلثوم. الأستاذ أحمد علي، مسؤول مكتبة التراث الشعبي في الإذاعة. أستاذ أحمد، علاقتك أو معرفتك بالسيدة أم كلثوم علاقة قديمة يمكن تمتد إلى 30 عام أو أكثر مضت. فطبعا علاقتك فيها كفنان وكعازف مبدع على آلة الكمان وكأستاذ في الموسيقى. فهل نرجع فيك أستاذ أحمد إلى بداية معرفتك بسيدة الغناء أم كلثوم؟ بداية معرفتي لها كمعرفة كل الناس، يعني كنت أسمعها طبعا وأعجب بها زي العالم، إلى أن في يوم من الأيام دعيت للاشتراك معها في بعض تسجيلاتها أيام الأفلام والأشياء دي. فمن هنا حتى غيرت نظرتي لها خالص، وجدتها إنسانة تانية خالص غير ما كنت أعرف. هذه معرفتي. وبعدين توثقت علاقتي بالنسبة لها لما بقيت ضمن أعضاء الفرقة.
يعني الأول كنت أعزف بس معها وخلاص يعني تسجيلات أفلام أشياء زي دي بس أو أسطوانة أو حاجة كده. لكن لما كونت فرقة مرة في وضع جديد وكنت أنا أحد أعضائها فدي كانت نقطة تحول حتى بالنسبة لي، لأن اللي بيشتغل مع أم كلثوم بيكون ده يعني شهادة له كبيرة جدا. كالعازف العازف اللي بيشتغل مع أم كلثوم بيحسد لمكانة ثانية خالص. فدي كانت نقطة تحول في حياتي إن أنا أكون عازف ضمن أعضاء فرقة أم كلثوم رحمه الله. أستاذ أحمد علي، هل أم كلثوم فنانة متجددة أو تؤمن بالعلم في الفن، يعني تؤمن بالنوتة والأشياء هذه؟ أي طبعاً. أم هي تؤمن بال لا 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 الفن الفطري يعني؟ لا لا لا، دي أستاذة ومتمكنة ومتعلمة ومثقفة وعلى كتب عنها كل الناس عارفة، مثقفة وعلى درجة عالية من الثقافة وتقرأ كثير وتجيد إلقاء الشعر وتحفظه، تحفظ كثير جدا من الشعر. أنا قصدت أستاذ أحمد من الناحية الموسيقية، معرفة النوتة والأشياء هذه من الناحية الموسيقية. هي موسيقية بارعة جدا، يعني تعرف النغمة اللي بتغني منها، تعرف ما هو الفكرة عن يعني الموسيقى إيه، نوتة إيه. هو الفكرة الناس فاهمة إن تعليم الموسيقى ده يعني إن لازم يقرأ نوتة ويكتب نوتة ومش عارف إيه. لا، طب ما هو زمان ما كانوا بيعرفوا موسيقى، هي العلم نفسه، العلم نفسه. طب ما هو الأعمى، الأعمى ما يعرفش يقرأ ولا يكتب ومع ذلك هو مثقف. هي الثقافة هي المعرفة، هي كان تعرف عن الموسيقى أكثر ما نعرف نحن، نعرف كثير جدا ومتضلعة جدا في كل حاجة في الناحية الموسيقية. وبعدين هي كان لها وضع تاني خالص، يعني ما كانتش مغنية بمعنى المغنيين المطربات اللي بيغنوا، لا، دي كانت شخصية يعني غريبة جدا حتى علينا احنا اللي بنعمل معاها. احنا لا نكاد لا نعرفها ساعة ما تغني، لما كانت تغني ونبص في وشها وتبص في وشنا، مش هي دي الست اللي كانت قاعدة معانا دلوقتي. تندمج انتماء كلي وبعدين تذوب فيما تغنيه فيما تقول، حتى مش هي، مش الست ام كلثوم دي. احنا بالنسبة لنا كعازفين بنعزف وراها لنا نظرة خاصة بالنسبة للفنان اللي قدامنا. الفنانين العادة انهم بيكونوا متمالكين اعصابهم وبيأدوا يعني الغناء او بيأدوا مهمتهم اداء لا يفقده يعني احساسه بانه فلان. لكن السيدة ام كلثوم كانت تفقد هذا الاحساس ونفقد نحن احساس بان اللي قدامنا دي هي فلانة الانسانة المعروفة. نجد قدامنا شيء تاني غريب، يعني لا يمكن تتصور ان في قدامك حاجة صوت بيغني، مش انسان يعني له جسد، انما شيء علوي بتشعر بيه انت، مش حاسس ان دي الست اللي كنت قاعدة معاك دلوقتي وكنت بتسمع عبر الفاز. كانت تندمج اندماج كلي واحنا كنا برضو بنندمج معاها، هي كانت بتطغى علينا لدرجة ان احنا نندمج هذا الاندماج حتى ما نشعرش احنا بنعمل ايه، مش عارفين ايه اللي بيحصل. يعني احنا اللي كان بيوقفنا ويردنا الى وجودنا في الحياة تاني تصفيق الناس كتير ده، يعني ناخد نفسنا، يعني كاد يعني نحس ان احنا ما خدناش نفسنا في المدة ده، ما كناش عايشين في الوقت اللي هي قضيته واحنا بنعزف معاه وبنغني. لا يردنا الى الحياة الا تصفيق الجمهور، ونرجع نعيد تاني الكرة في الفقرة اللي جاية واهل المدرة. استاذ احمد علي، ما هو دور ام كلثوم بالنسبة للاغنية اللي تغنيها؟ تأثيرها على الملحن، او يعني في كلام يقال ان ام كلثوم مثلا تتدخل في اللحن او تضيف لإضافات، انت حسب معرفتك من خلال علاقتك الفنية والعملية وياها، هل يعني احسست هذا الاحساس ان ام كلثوم تتدخل في اللحن او تضيف لإضافات من عندها؟ هي كان ده بيحدث بس طبعا مش قدامنا. هي كانت في لقاءاتها في الاول بتلتقي بالملحن وبتتفق معاه وبتسمع منه اللي بيقوله وبتوجهه توجيهات خاصة، يعني التوجيهات دي ما هيش تدخل في اللحن، انما يجوز انها مثلا تلاقيه بيقول جملة، هذه الجملة هي مرت عليها وهي عايزة حاجة تانية، لكن مش معنى ان هي بتلحن ده توجهه زي مثلا ما ساعات بتتدخل برضو في الشعر، يعني تجد في كلمة غناءها يجوز وغناءها ما يجوز، دي حاجات يعني بسيطة جدا. وبعدين هي كانت صاحبة رأي سديد
علوم الكلام فيها ما يخلص. حاجة فقدناها وفقدها العالم كله، والناس قالت كتير عنها. يعني أنا مهما قلت أنا مش هقدر أقول بالضبط إيه هي بالضبط. هي شيء لسه بدري قبل ما نحن نصل إلى مستوى أن نحن نقول إيه أم كلثوم. لا ما فيش شيء، أنا يعني كلنا المؤلف والملحن والمؤدي كلنا بنشترك ونحاول أن نقدم شيء للجمهور. يعني المعروف عن أم كلثوم أو اللي هو سر إعجاب أيضا الكثيرين فيها أستاذ أحمد ارتجالها على المسرح. يعني احنا نعرف مثلا الخطيب يرتجل أو الشاعر يرتجل، إلا أن أم كلثوم فنانة ترتجل على المسرح بالآهات والنغمات اللي تضيفها لأصل اللحن. هذا أعتقد يتطلب مقدرة فائقة من المؤدي. يعني هو إخلاص، هو المغنين القدامى كان فيهم نفس هذا الإخلاص وهذا الاندماج في اللحن. ولما بيكون المغني بيغني من نغمة معينة في تصرفات معينة أو حركات معينة بتبقى حلوة لما بتتقال هذه النغمة أو هذه الحركة أو هذه الجملة الموسيقية. وهي كانت متشبعة ومتشربة، يعني متشبعة بالموسيقى العربية تشبع يعني إلى النهاية يعني. فلذلك كانت تجد من المناسب أن تقول هذا أو تقول هذا، يعني كان أحلى وفعلا كان تضيف. هي يعني ما تضيفش حاجة، يعني هي بتألفها، هي إحساسها بأشياء يعني يكاد ملحن يقول أيوه والله أنا كنت عاوز أقول كده. يعني في أشياء غريبة جدا، يعني قالت ما بنفس الملحن اللي هو ما استطاع اللي ما استطاع أو هو نسي أو غفل عنه. كانت من هذا كانت قديرة جدا. لا ده اللحن ما بيكونش كده. ولذلك انت ما تجدش انه اللحن بيتقال كل مرة زي تاني. لا مش معقول يعني انه هنلحن اللحن كم مرة. ده تبع الجو. لا وتبع الـ الـ يعني الجمهور نفسه وتجاوبه. جبال مين؟ أنا هون على فكرة هي كان في كل وصلة ساعة ما تدخل المسرح تشعر انك قدام طفلة لم تصعد الى المسرح في حياتها غير هذه الليلة. يعني الخوف والارتباك والضياع حاجة بشكل دي، يعني بتعيش ان السيتي دي اول ما فتحت المسرح مش هي مكسوم خايفة، يعني خايفة تجاه ترتجف. انها بعد مدة بسيطة اتقالت اللازمة، وده سبب ان احنا كنا بنقول اللازمة الموسيقية مرة واثنين وثلاثة واربعة الى ان تستكمل يعني اندماجها في نفسها وفي النغمة وتقوم. ساعة ما تقوم وتقف اذا ما هياش بقى الست ام كلثوم اللي كانت قاعدة دي، بقت انسانة تانية. انا بقول الكلام ده مش بقوله كده، انا بقوله عشان انا عارف واحنا حاسين بيها. ففي الاشياء اللي احنا بقول لحضرتك ان احنا كنا بنتفق عليها، هي كانت تؤثر علينا لدرجة ان احنا نصبح كتلة واحدة منها. أستاذ أحمد علي، اسم الفنانة أم كلثوم ارتبط برياض الصنباطي، محمد القصبجي وزكريا أحمد، بالفترة الأخيرة بليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب. من خلال هذه الأسماء الأربعة والخمسة أسماء المعروفة ارتباطها، من نقدر نقول أقرب واحد لأم كلثوم أو أكثر واحد إخلاص مع أم كلثوم اللي نقدر نوعز هذا النجاح له؟ هي تشبعها الشيخ أبو العلا
أو يعني دراستها على الشيخ أبو العلا كان لها فضل كبير جدا في تفوق الموسيقى العربية، هذا التفوق الذي لا مثيل له. ده شيء تاني خالص. وبعدين كان في واحد اسمه الدكتور أحمد صبري البخريدي، ده لحن لها معظم ألحانها الأولى، وكان ألحان جميلة جدا اللي عملها. دكتور طبيب هذا؟ دكتور طبيب أسنان كان، وكان يعزف وكان رصيد وعلمها العود شوية. ده كان أستاذ، وده كان له فضل كبير جدا في توجيه الأول خالص. وبعدين التقائها بالقصدي كان هي دي نقطة تحول تانية في تاريخ حياة أم كلثوم، هذا كتب عنه كتير جدا. لكن أؤكد لك إن ألحان القصدي يعني كانت على درجة من الدقة والجمال بشكل لا يوازيها، يعني بالدرجة اللي هو كان الرائد الأول هو الأستاذ القصبجي. يعني فالقصبجي ألحانه ودركته وكفاءته الموسيقية كعازف ممتاز، طبعا الأستاذ جواد صمتي عازف عظيم جدا مع حسين كبر، بس الأول اللي هو الأستاذ القصبجي عمل لها أشياء لو كل واحد مثل كل لحن من ألحان القصبجي يجد في مدرسة كاملة ومتحررة ولا تبتغي الإرضاء. يعني القصبجي لما كان يلحن وليس في قصدك بالضبط أن يستثير إعجاب المستمع عشان يدفعه إلى التصفيق وإلى الهتاف والحاجات دي شيء، إنما القصبجي كان يقدم لحن صافي خالص. وممكن الاستماع إلى ألحان القصبجي وحتشوف شيء غريب جدا. اسمع يا مناديك من أسايا. بداية حسنة بحفظ القرآن الكريم، وكانت هذه البداية هي من أجمل بداية معظم المغنين اللي نسمعهم الأيام عمرهم ممكن ما قروا القرآن، لكن أم كلثوم بدأت من بدايتها. بعدين تطورها، يعني أم كلثوم بدأت وهي صغيرة، يعني عمرها 7 سنوات، بعدين تولاها ناس من بداية حياتها تولية تدريجية، يعني تدرجت، ما قفزت من الموالات أو من القصائد الدينية إلى قصائد غرامية، إنما تطورت تدريجيا. يعني من مطلع العشرينات لما جت أم كلثوم القاهرة كانت مجرد اسم، بعدين تلقفها الشيخ أبو العلاء محمد اللي بعدين هي حفظت عنها بعض القصائد الغنائية، ثم بدأت أم كلثوم تنشر تنوع طريقة غنائها. يعني كل ما يمر فترة تدرج إلى أعلى، مثلا بدأت في القصائد الغنائية، ثم لما انتشر النوع من الموشحات الدينية بعد ذلك أم كلثوم تطورت إلى أكثر من هذا، فأضافت ألحان جديدة، وساعدها على ذلك لقائها بالقصبجي الذي لحن لها أشياء كثيرة. ثم بعد القصبجي التقت مع أحمد رامي
وهكذا إلى أن انتهت إلى سنة 1975 أو السبعينات، يعني تطورت من البداية تطور تدريجي حتى وصلت إلى القمة. يترجم مع صوت أم كلثوم ويقدم لها ريفة عشان هي تقول وبعدين في عندك طبعا الشيخ زكريا كان برضو لانه استاذ وبرضو تشبع بالموسيقى العربيه وتطبيقه لها يكاد يعني يطابق نفس الموضوع، فكان اندماجهم غريب جدا. ولكن الاستاذ السنباطي ده تقدر تقول ان ده قمه الكلاسيكيه العربيه الجميله الرائعه. وافتكر ان احنا لو سمعنا، لو تركنا كل أعمال القصيدة واستمعنا إلى قصيدة دكتور ناجي الأخيرة الأطلال، هذا شيء لا يمكن أبدا إنسان يعني هذا اللحن، هذا بالذات اللحن ده يعني شيء رائع. كلمات، لأن في اعتقادي أن الأستاذ رياض ودكتور ناجي يقاسيان نفس المحن الذي يتحدث عنه تتحدث عنها قصيدة الدكتور ناجي. لكن شوف التصميم، شوف كلاسيكية العربية. وبعدين برضو في الأطلال لا تشعر بأنه يستجد تصفيق أو يستجد الأجاب، إنما هو يعبر تعبير رائع عن مضمون الكلمة. وبعدين السيدة أم كلثوم أضافت من عندها الكثير من الإحساس لهذا. عموما أنا ما أقدرش برضو لما قلت لك أتكلم عن أم كلثوم، أنا أتكلم عن أم كلثوم، بس أنا أعبر عن مشاعري من خلال عشرتي لها ومعاملتها الجميلة الرائعة الحنون لنا. احنا شفنا منها كل خير.
مشهورين في الكويت أخو المناعي أحمد عامر، هذا أنا يسعني أتذكرهم في اللحظة هذه، أخو إبراهيم عبد الله المشعان، وأنا أعتقد واحد منهم. طبعا في ناس كثيرين، لأن ما في علاقات بين عشاق أم كلثوم في الكويت، فحنا كل واحد ما في، يعني ما ندري عن بعضنا البعض، لكن إن شاء الله أنا عندي مشروع أن أسس جمعية، هذه الجمعية تكون من عشاق أم كلثوم في المستقبل. مرحبا، الأخت طيبة العون. الله بالخير. الإذاعة معك أخت طيبة، نعرف أنك أنت إحدى المعجبات بالسيدة أم كلثوم، فنحب يعني تشرحين لنا أو تبينين لنا علاقتك مع السيدة أم كلثوم، كيف تمت المعرفة بينك ومدى إعجابك فيها. والله يعني أم كلثوم معرفتي بها من خلال سماعي يعني أغانيها وحضوري حفلاتها. طبعا نعم، كنت أحضر حفلاتها من حوالي سنة 64 تقريبا. نعم طبعا الخميس الأول من كل شهر. نعم، وهذا الوقت اللي كنا نلتقي فيه، يعني عادة كل سنة نحضر لها حفلة ونستمتع بهذا الشيء، يعني اللي إنسان يعني يشعر بيه كأنه من منتعات الزمان، يعني اللي هو يعني مساحات من المكان أو كمحطة يزحم عليه الناس من كل مكان تقريبا، يعني من المحيط إلى الخليج. وبعدين أم كلثوم هي جزء من تاريخ الحب والكرامة والقوة والقومية العربية لكل العرب تقريبا، يعني مش هي يعني مو إنسانة عادية حتى الإنسان يعرفها، وهي أكبر وأعظم من الكلام. يعني أنا واحدة من المعجبات أو ملايين المعجبات اللي فيها. هذا صحيح. ما أعرف، هل تطور الإعجاب إلى صداقة ولقاء؟ في يعني لقاءات كثيرة تقريبا، يعني أكثر الأوقات بعد حفلتها. نعم. يعني كنت أدخل الكواليس ونتعرف عليها أنا والعائلة يعني تقريبا. نعم. وبعدين يعني تمت لقاءات كثيرة وفي بيتها، وهي تزورنا إذا كنا يعني رايحين القاهرة، فبيناتنا يعني صداقة، هذا واحد شيء أساس فيه. ما أعرف طيبة، انطباعاتك عن أم كلثوم الفنانة وأم كلثوم الإنسانة؟ يعني هو روعة أم كلثوم ليس بصوتها بس يعني وأدائها البديع، هي روعتها بشخصيتها، يعني هي إنسانة ثم فنانة، احترمت نفسها فاحترمها الناس كلهم، يعني فهي يعني أنا أعتبر أم كلثوم نموذج للفنانة اللي كرمت نفسها فكرمها الناس وأكرموها، وهذا يعني شيء طبعا الكل يعرف فيه، وانا اللي يعني مثلا اوضحها. أم كلثوم يعني اضاءت النفوس بالقول الجميل بكل المناسبات العاطفية والدينية والقومية، وكل المناسبات كانت تؤدي الغناء والاداء، وهذا من 50 سنة تقريبا يعني مر عليه. اخت طيبة، هل تعتقدين ان أم كلثوم وشهرتها هذه والمكانة اللي حظيت فيها، نعم، هل هي ناتجة عن إبداع فني فقط أم عن شخصية تتحلى فيها دون سائر المطربات أو الفنانات الأخرى؟ طبعا كشخصية هي يعني شخصيتها ثقلتها بالمرام وقومة لسانها بالقرآن الكريم طبعا، والشعر وحفظ مئات القصائد والموشحات، يعني حتى كانت يعني زياراتي إلها دائما مجالها كان الأدب والقصائد وتطورات الأدب وهالأشياء يعني. وهل هي يعني من المعجبات بالشعر العربي القديم والحديث؟ جدا يعني دائما كان ديوان المتنبي
دواوين كثيرة يعني. اللي صادفته أن ديوان المتنبي شفتها كذا مرة، كانت تقرأ في ديوان المتنبي، وكان عندها دواوين كثيرة طبعا، وعندها مكتبة رائعة من الكتب هذه الأدبية، فكانت يعني مطلعة بشكل فظيع يعني على جميع المجالات، مجالات الأدبية والسياسية، جميع المجالات كانت ملمة يعني. وهذا طبعا اللي قوم لها شخصيتها، و يعني جعلت في المكان هذه الفريدة يعني مكانتها فريدة في الغناء والأداء. أتأثر بالشعر القديم للمتنبي والشريف ومهيار، قرأت لهم كثير، وأتأثر بالحديثين بشوق سيد الشعراء ورامي. أنا متأثرة بهم. ما تعتقد دكتور علي حيدر أن راح يجي وقت تنسي فيه أم كلثوم يعني من قبل الأجيال الجاية؟ ما أعتقد. أم كلثوم في 50 سنة الماضية أنتجت روائع الفن العربي، فن الغناء العربي، ولا أعتقد أن في واحد يقدر ينسى أم كلثوم. نقدر ننسى أي مطرب أو مطربة أخرى، لكن أم كلثوم أثرها سيبقى خالدا ما بقيت الأغنية العربية الوجود. ما أعرف دكتور علي إيش ممكن نقول عن أم كلثوم، يعني هذه الشهرة الفنية اللي انتشرت في جميع أرجاء الأرض إلى أرجاء أخرى من هذا العالم، قصدي شنو سببها مثلا؟ شنو الإبداع اللي عنده كلثوم؟ هذا جواب سؤالك جواب طويل، لأن كلثوم لها قصة حياة طويلة وعريضة مليئة بالكفاح والعرق والجهد والسهر. أم كلثوم لم تصبح أم كلثوم في ليلة ويوم، بل قفزت إلى هالقمة بعد تعب من عرق من 50 أو 55 سنة الماضية. الصوت اللي القوي اللي عرفناه عند السيدة أم كلثوم له سر الاحتفاظ بهذا الصوت القوي المليء بمعاني الحياة. فلو سألنا السيدة أم كلثوم كيف احتفظت، لعل هناك سر نظام خاص تتبع السيدة أم كلثوم في أكلها وشربها أو في حياتها مثلا اللي استطاعت أن تحفظ لهذا الصوت. والله ده شيء أنا أحمد ربنا عليه. نعم. أولا، وشيء ثاني هو الاعتدال لكل شيء. Oh.
بالتأكيد عند الفنان الخالق الملحن انطباعات عن ثلاث أو أربع أصوات بفضلها ويتمنى أنه يكسوها بأنغامه. في يومياتك سجل رأيك في أربع أصوات. الحقيقة في أكتر من صوت بحبه، يعني بحبه بشكل كبير، يعني عايش مع تفكيره وإحساسه كصوت يعني. إنما اللي عايز اقوله ان مثلا صوت السيدة ام كلثوم، صوت السيدة ام كلثوم من الاصوات اللي لها في حياتي دور كبير او تأثير كبير. من زمان زي اي حد بيحب الغنى، من زمان وانا مرتبط أو إحساسي مرتبط بصوت السيدة أم كلثوم، ومن زمان وأنا عايش مع غناها أو أغانيها، ومش بس مع أغانيها، مع قدرتها على التعبير عن الأغاني دي. فلما جت الفرصة لي إن أنا ألحن للصوت العظيم ده، الحقيقة ما كنتش خايف، إنما كنت مقدر المسؤولية اللي يعني يجب علي إن أنا أتحملها. ممكن دول كان أو الإحساس بالمسؤولية هو اللي خلاني قدرت إن أنا أستمر المدة الطويلة دي في التلحين لصوت أم كلثوم العظيم. تحسي الصوت أم كلثوم صدق، صدق كبير، تحس فيه بساطة رغم الإمكانيات الخارقة اللي فيه، تحس فيه إن صوت لن يتكرر. لنا عملي، يعني اعجابك العملي بأم كلثوم غير الاعجاب السماعي اللي يشاركك فيه ملايين المستمعين العرب. اهتماماتك فيها يعني ايش كنت ايش قاعد تسوي مثلا الشخص ما شخصية او يعني مثلا اعجابك هل بس انك تفتح راديو وتسمع ام كلثوم، ام انك تجمع اشرطة وبينك وبينها مثلا معرفة شخصية وهذه الامور يعني؟ لا طبعا لما واحد يحب مطرب او مطربة يحاول ان يجمع كل ما المطرب او المطربة تغنيه،
وأنا مثل ما قلت يعني حبيتها من سنة 51 أيام غنت أغنية أهل الهوى يا ليل. فمن 54 لما غنت أغنية ذكريات أنا بديت أهتم أن أحاول أن أجمع أشرطتها وأحاول أن أجمع كل ما يكتب أنا بالصحف صورها ومقالات. شوي شوي حتى سنة 57 لما بديت اشتريت أول مسجلة. وأنا أذكر أن أول ما سجلت لها أغنية عودت عيني هذا أول ما طلعت في تلك السنة. من خلال من سنة 57 إلى سنة 63 إلى سنة 60 أنا بديت أجمع أغانيها. بعدين لما رحت نفس الوقت كنت أنا أتراسل معاها، طبعا ما كانت ترد علي، كان يرد علي سكرتيرها. لما سنة 1960 لما ذهبت إلى القاهرة أدرس، حاولت الكثير أن أوصل لها، فشلت، بس أنا ما كنت أعمل بالفشل. فأخيرا التقيت إياها في حفلة من حفلاتها، وطبعا كان لقاء سريع، لكن أنا حاولت أن أطور الصداقة. وبعدين يوم من الأيام اتفق مع سكرتيرها أنه يكلمها عني، أتكلمها، وأعتقد اقتنعت بأن أنا يعني من عشاق المقربين. فدعتني إلى بيتها في الزمالك، أذكر هذا سنة 61 بعد السينما بعد ما كنت في القاهرة. فرحت لها وتكلمت معها، فأني يعني قلت لها أشياء هي كانت ما تصورنا واحد من عشاق يعرف. بعدين قالت لي عندك أشرطة وهذا، قلت لها والله عندي بس ما عندي الأشرطة اللي في قبل سنة 51 أو من فترة 51 إلى 57 لما شيت مسجلة. فتبرعت أعطتني أغاني، يعني أعطتني أغاني نادرة، يعني أعتقد حتى إذا القاهرة عندها بعض هالأغاني. مثل شنو دكتور علي؟ أوه أغاني قديمة، مثلا أفديه إن حافظ الهوى أضيعها. بس في أغاني يعني قديمة جدا، يعني ما يستني الذاكرة أذكرها، لكن مجموع الأشرطة عندي تقريبا 610 و620. يعني في أشرطة في أشرطة مسجلة في حفلات خاصة، حفلات زواج أو مناسبات خاصة الجمهور ما سمعها حتى الآن. أنا مستعد أسمع أي واحد يبي يسمعها، طبعا يسمعها ما يسجلها. في لما كنت في الولايات المتحدة الأمريكية كانت كل حفلة توصلني، يعني لما أنا كنت عندي راديو أسمع كلثوم لما كانت تغني، كان لما تغني في القاهرة الساعة 10:30 كان في أمريكا في مدينتي الساعة 2:30 الظهر، فكنت أسمعها من الراديو، شريتها خصوصا حق الأغنية حق أغانيها حق أسمع حفلاتها. فبعدين بعد أسبوع كانت أم كلثوم شخصيا تطرشت لي أشرطتها. يعني توطدت العلاقة بينك وبينها إلى درجة المراسلة تقريبا. عند لما كنت في القاهرة كانت ما في حفلة كانت تفوتني، وحتى لما حفلات الخيرية وحفلات الخاصة كانت تدعوني أروح أزورها. ولما جيت الكويت، حنا أذكر جيت سنة 63 أو 62 جيت الكويت، جينا هني بس. علاقتك أو ارتباطك الروحي مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم. من متى بدأت مثلا تسمع أم كلثوم أو تتأثر فيها؟ أنا أخ صالح متأثر من سيدة أم كلثوم من أغنية ليس لوعي، ويمكن أقدر أقول لك من على أهل بلد المحبوب. وبعدين يعني لما بديت تغني هم، يعني رغم انك انت اصبحت لك اغنياتك الخاصة واشتهرت يعني باغانيك الخاصة، هم تغني لأم كلثوم، فمعنى هذا ان لها منزلة كبيرة يعني، وتنظر لها نظرة كبيرة يعني لأم كلثوم. شيء طبيعي طبعا طبعا. دي الكل كله يعني دي تغني شرقي الأصيل. نطمع أبو فهمي أنك أيضا نسمع منك شيء من أغاني أم كلثوم القديمة. إيه حاضر حاضر حاضر.
قلبك نعيم الروح والعيد ونظرتك سحر والهام قربك نعيم الروح والعين ونظرتك سحر والهام قربك نعيم الروح والعين ونظرتك سحر والهام وبسمتك فرحة قلبين عايشين على الأمل البسام وبسمتك فرحة قلبين عايشين على الأمل البسام فرحة قلبين عايشين على الأمل البسام وانقذت يوم عني أفضل أنا وظني وانقذت يوم عني أفضل ما أعرف دكتور علي حيدر شو ممكن نقول عن وفاة الفنانة أم كلثوم؟ فن عربي خسر خسارة كبيرة يعني ما أعتقد إن نقدر نعوضها. أم كلثوم معجزة من معجزات العصر الحديث مثل ما يقولون المعجزات لا تحدث في هالوقت هذا لأن هذا الصوت الجميل يعني ما أعتقد إنه يتكرر في على الأقل في الأجيال الخمس أو العشر القادمة ما أدري يعني ما أعتقد إحنا شاكرين لك دكتور علي حيدر على هذا اللقاء اللي حدثنا فيه عن فن السيدة أم كلثوم وعن معرفتك بالسيدة أم كلثوم واهتمامك في السيدة أم كلثوم. ماذا يعني موت أم كلثوم بالنسبة لك؟ والله أنا ما بشع والحاجة دلوقتي إن إحنا دلوقتي زي ما تقول فرقنا سكين مش فاهمين إيه الحكاية يعني لسه لا تزال الصدمة مش مفاجأنا نشوف إيه الرؤية غير واضحة الرؤية دلوقتي غير واضحة بالضبط لكن يعني من يعني ما ينفعش حد يقول مثلا مين يقوم مقامها او مين يرجع يعني ما ينفعش ابدا يعني هذا شيء الطب حتى قال عن صوتها اشياء طب نفسي افتكر انا في لما راحت امريكا في مستشفى البحريه دهشوا هناك من طريقه تركيبها تركيب صوتها طريقه ان تركيبها صوتها طبيا يعني دهشوا وقالوا شيء مش معقول لما راحت وغنت في فرنسا في بعض المطربين في فرنسا بطلوا يغنوا قالوا ما يصحش ان احنا نغني وفي حاجه بالمقدره دي تصور يا سيدي فاضل ان احنا كنا نبقى في منتهى التعب وبعدين نشعر انها ابتدت تشعر بانها عايزه تغني دلوقتي ونبقى عاوزين نحاول ان احنا يعني ننهي المساله مش عارفين هي في منتهى الاندماج وابتدات يعني منين الصحة دي؟ منين أؤكد لك إنها كانت بتبقى في غير حالة طبيعية جدا. على العموم شكرا لك أستاذ أحمد علي على هذا الحديث الطيب حديث العارف والخابر للسيدة. لا أبدا ما عرفناش حاجة إحنا عرفنا شيء وما غابت عنا أشياء بس نتكلم مع عواطفنا. على العموم شكرا لك عفوا شكرا لك أستاذ أحمد علي. انت
الفنان الكويتي الأستاذ عبد الرحمن البعيجان. أستاذ عبد الرحمن البعيجان، لا شك أن وفاة الفنانة سيدة أم كلثوم يعتبر خسارة كبيرة بالنسبة للفن العربي. ما أعرف رأيك حول هذا الموضوع بصفتك فنان كويتي. هو لا شك أن وفاة الكوكب الشرق سيدة أم كلثوم خسارة مو بس للفن العربي، هو خسارة يعتبر للقومية العربية كلها، لأن الفن العربي الأصيل متمثل في المرحومة أم كلثوم. لا شك أنه الأساس أو القاعدة اللي انطلق منها معظم الفنانين واللي تباهم في أنفسهم واللي ممكن يطلق عليهم باسم فنان. إنما بالنسبة لمكانها وإن أحد يشغله، فأنا مستبعد الأمر الحقيقة، لأن الإمكانيات والجمال الصوت، حسن الأداء، الثقافة، الحالة الاجتماعية بصفة عامة، السمعة، كل هذه الأشياء والصفات كانت متمثلة في السيدة أم كلثوم. وما أقول أنا أن في مطربة عربية طبعا ممكن ينطبق عليها أكثر الشروط الموجودة أو اللي كانت متوفرة في السيدة أم كلثوم، ولكن لابد أن ينقص هناك شيء، لأنه الآن اللي ظاهر واللي كنا قاعدين نسمعه ما في شيء يدل على أن في مطربة وراح تخلف أم كلثوم أو تقوم في مستوى أم كلثوم. بالنسبة للفن العربي وانطلاقه، كلنا طبعا صفتنا فنانين، نتمنى إن شاء الله أنه يستمر وأن الله يعني يكرمنا أو يرزقنا واحدة مطربة تكون قريبة من مستوى أم كلثوم. شكرا للأستاذ عبد الرحمن البعيجان. يعني في ظروفي هذا كإنسانة يعني كانت لي صداقة مع أم كلثوم لا يمكن يعني، وأنا أظن أن أم كلثوم باقية ما بقيت يعني بسماتنا على شفاهنا وما بقيت الدموع وما حتى أغانيها الدينية هي يعني أشبه بصلوات أنا أعتبر يعني في نظري هذا. فأم كلثوم قدمت كل شيء، قدمت الحب كله، حب الله، حب الوطن، حب العرس، كل هذا قدمت أم كلثوم، فما ممكن إن الإنسان يعني ينسى هالشيء هذا كله. يعني أم كلثوم جعلت الناس كلها متساوين من الخليط إلى المحيط في سماع شيء واحد، يعني يهدؤون كلهم لتتكلم أم كلثوم يعني. فالناس كلهم كانت أذان يعني خصوصا في حفلاتها يعني لشيء واحد هو اللي يسري بين الناس، يعني شيء من المحبة والصفح والتسامح والشوق والسعادة، كل هذا كانت المعاني تتردد بأغنيات أم كلثوم، فلا يمكن أن هذا كله ينمحي بسرعة. أنت يعني طبعا موافقني على هالكلام. هذا يعني صحيح، والحقيقة احنا سمعنا انطباعات إنسانة معجبة وعارفة لأم كلثوم الإنسانة وعارفة لأم كلثوم الفنانة. سعيد يعني صداقتي صداقة عادية يعني، بس هي كانت يعني إنسانة كريمة جدا ودائما يعني ترحب بضيوف من جميع البلاد العربية وتأدي واجب الضيافة على أكمل وجه يعني. يعني هذا الانطباع اللي طلعت من خلال يعني صداقتي. على العموم احنا لا نملك الا ان نشكرك اخت طيبة العون على هذا اللقاء عبر الهاتف، وشكرا لك. لا. شكرا لك.
إعداد وتقديم صالح الشعيج وإخراج منصور المنصور، قدمنا لكم برنامج رحلة المعجزة.